ما يشعرون بالحنين للماضي يمكنهم الآن زيارته من خلال استوديو تصوير في قلب القاهرة، حيث تلتقط لهم صور بكاميرا لينهوف عمرها نحو 130 عام. وهذه الكاميرا القديمة هي الآلة الرئيسية في استوديو بيلا، أحد أبرز استوديوهات التصوير المعروفة في العاصمة المصرية، والذي التقطت فيه صور لنجوم السينما وأفراد من الأسرة المالكة السابقة ومواطنين عاديين منذ عام 1890. تحت شوي ضيف ما يتسكت، نضغط على كده 10.